السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي وقناتكم كريمة كيلالي كريمة في بريطانيا. أول حاجة بغيت نشكركم على الدعم ديالكم المتواصل في الفيديوهات السابقة، نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وتزيدوا دعموني أكثر وأكثر باش تزيد القناة تكبر، وإن شاء الله نوصلوا لمرحلة كبيرة بإذن الله. اليوم جيت لكم بفيديو جديد صراحة ممتع بالنسبة لي، وأكيد حتى نتوما غادي تشوفوه ممتع. بمناسبة هضرة السنة خرجت شفت شوية الأضواء والجو كيفاش داير، المهم نغيروا النفسية شوية، وأكيد خديتكم معايا. نتمنى تعجبكم هاد اللقطات اللي خديت معاكم اللي شاركت معاكم، وما تنساوش خليو لي اللايك ديالكم، خليو لي تعاليقكم. اللي مازال ما مشتركش عندي في القناة اشترك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو. نقول لكم خليكم مع الفيديو حتى يكمل، مشاهدة ممتعة. جينا هنا السيتي سنتر كيف ما كتشوفوا، المنظر كان زوين، المهم كاين واحد الجو، منظر الأضواء غيروا الجو صافي. صراحة كيعجبني هذا المنظر أنا ديال الأضواء هكا ديال الاحتفالات هكا نشوفوهم. مازال الجولة ما كملاتش، هنا تمشينا شوية وجينا لهاد البلاصة. غنشارك معاكم مناظر أخرى، كيعجبني هكا الجو في الليل مع المنظر ديال الأضواء، عطا جمالية أكثر. وراكم عارفين مع هاد الوضع اللي حنا فيه كنبغيو مرة أننا نتساراو هكا ونبدلو الجو، وكنبغي ناخد معاكم هكا لقطات ونشارك معاكم بحال هاد المناظر، المهم للترفيه عن يعني النفس فقط. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ومازال مناظر اخرى اكيد غادي تشوفوها.
جينا لهاد البلاصة فيها الألعاب، صراحة كان واحد الأمبيونس واحد الصوت واعر، ولكن اضطريت نحيدو لأن عارفين الكوبي رايت، إلا ما حيدتوش غادي يجيني حقوق الطبع النشر وكذا وكذا. داكشي علاش درت سيلونس للصوت وبغيت نتكلم معاكم. كيف كتشوفوني ما حاولش نتكلم بزاف في هذا الفيديو، بغيت نخليكم نتوما تستمتعوا بالمناظر وتعيشوا في المخيله ديالكم بلا ما تحتاجوا انني نهضر ونكثر الهضره، لان المنظر كيتكلم على نفسه صراحه.
كيف جاكم هذا المنظر اللي كتشوفوه؟ صراحة واعر، عجبني بزاف المنظر ديال الماء بهذا الشكل. طوب وصلت معكم لنهاية الفيديو. نقول لكم شكرا بزاف على المتابعة. صراحة طولت فيه شوية ولكن الفلوغ نقص فيه بزاف، مبيش نقص فيه اللقطات الزوينة. انا عجبتني، نتمنى حتى انتم تعجبكم، ونتمنى الفيديو ما يكونش بالنسبة لكم ممل. شكرا بزاف على المتابعة، شكرا بزاف على الدعم. ما تنسوش دعموني اكثر واكثر باش هكا نقدر نستمر معكم. دمتم في امان الله وحفظه، مع السلامة.